صدق ان انا قاعد اختلط بين الفيديوهات هني وهناك عندي في الشركه. ما عليك مو مشكله. يلا مو مشكله، انا ارفعهم ان شاء الله ارفعهم. ترى حلم مهم جدا درسك اليوم، حلم مهم يعني، انا اعتبره من اهم الدروس الصراحه اللي راح اتابعها ان شاء الله. هو ماكو شيء يعني، ما في شيء يعني، ما راح نتكلم عن شيء يعني، معلومات بس بسيطه يعني، خصوصا الرندر شلون سويته وما شاء الله شلون وشلون سويت طبعا اكيد صعب عليك شوي في اللقاء بريمير، ما ادري المونتاج. تبي كامل انت؟ ها تبي تفاصيل كامله. اوكي زين، خلينا اول شيء نسوي الانيميشن. اوكي حلو، خلينا نقول هذا ال ها تبي اقول لك عن الاكسبريشن بعد حركه هذا، ايش رايك حركه ال والله يعني إيه؟ بتصير فكره حلوه يعني ناحيه علميه لان قسم الحاسب دكاتره هناك. اي خلينا عيل مره واحده نسوي الاكسبريشنز هذا هم حلوه فكره يعني، هذا من ناحيه رياضيه نستخدم برنامج. نعم في اكسبريشن هذا حلو هذا في اكسبريشن. اذا خلينا نبتدي من من البدايه احسن، لان راح اعرفهم على برنامج المايا. اهلا السلام عليكم. اهلا عليكم عبد الله. امين اهلا اهلا. طيب منور يا امين، منور. الله يسلمك. يعني نفتح ميدي. ماذا تفعلون؟ nothing. بنواف راح نعمل انيميشن يا امين بشكل قوس الكره. وعلى اختيارك نغير المشهد اللي هو يكون في الصباح. انا في الليل كانوا ما مبين كثير، مش عارف. اي لان اشوف الليل يغطي عيوب. عرفت؟ اي لا اكثر ولا اقل يعني. انت تبي تسوي لو نسوي بلاك اند وايت ممكن يكون احلى، بس انا الحين راح اغير كل لا لانه غطى التكسر ما كان يبين. لا دقيقه انا لدفك. يلا اوكي زين الحين، بس انا بحط تكسر عادي بس علشان الرندر يصير اسرع. خلينا ناخذ، ودي خلينا نرندر، لا خلينا على ارنولد، خلينا نشوف الارنولد افضل. طيب احنا قلنا عندنا هذا، سوينا اكسبريشن. شوف في شغله بالفيو هني حلوه، شوف هذا اللون الاخضر يضايق مرات. في بالفيو اعتقد ولا شيدنج ولا شو، بالشو في بالشو عندي سلكشن هايلايتنج، هذه اذا طفيناها يروح الاخضر هذا. لو تسوي اي سلكت على اي شيء يروح. انا روحت ليش؟ عشان يبين هذا افضل، بس فقط لا غير يعني. احنا نحتاجه ولكن حاليا بس عشان نظهر العمل. خلينا نشيل كل الانيميشن، نروح على جراف اديتور. حلو، حتى انا بتمرن بعد عليه. اي خلينا نشيل كل الانيميشن احسن، نقول له سلكت اول، سوى سلكت على الكل. هني بالجراف اديتور نقول له ديليت. الحين المفروض انه ما في اي شيء. ها ليش كاميرا شغاله؟ ليش ما شال الكاميرا؟ يمكن برسبكتيف. اي برسبكتيف لانها فهني نفس الشيء، نشيل ديليت. الحين ما عندنا اي شيء. ها عندنا هذا بعد. سيلكت دبل كليك. اوكي الحين ان شاء الله ماكو اي شيء. الحين نشوف اذا حركنا هذا. الحين هذا عليه اكسبريشن، للحين ما زال عليه اكسبريشن. نشوف اذا حرك المدفع كله في اكسبريشن. صحيح. والتاير فالتاير هني انا مسميهم فورورد تاير.
شوف نلاحظ عليه اكسبريشن. اذا رحنا على الشانل بوكس نلاحظ بالزي هو قاعد يمشي روتيشن زي عليه اكسبريشن. فنضغط رايت كليك ونقول له بريك كونكشن. اللي بالخلف نفس الشيء. الباك خل رجع السلكشن احسن لانه عشان تعرف انا على شنو مسلك. افضل صحيح. اي شوف انا مسلك الحين على هذا. نفس الشيء الروتيشن زد رايت كليك بريك. الحين ما عندنا اي روتيشن. اشرنا على الاثنين نقول له فريز سوال. حلو. الحين عندنا التاير هذا يلف طريق الزي. شوف نلاحظ هني روتيت زد روتيت زد. حلو. الحين نبي نقول له شو نبي نقول له؟ نبي نقول له اذا هذه الكانيون اول اسم الجروب، هذا اسم الجروب وهذا اسم الفورورد. خلينا نشيله بس نختصرهم احسن. خلينا نشيل هذا نسميه اف تي عشان الاكسبريشن يصير سهل علينا بس مو اكثر ولا ممتاز. اي وهذا مثلا خلينا نخليه هم اول. الحين عندنا اول وفورورد وباكورد. حلو. تاير قدام تاير للخلف ويا كل العربانه. حلو. كل العربانه اسمها اول. شنو نبي نسوي فيها؟ نبي نحركها احنا. الحين لو نلاحظ انه ما قاعد يتحرك التاير ما قاعد يلف. نبي نحركها شنو؟ نلاحظ هني خلينا نقول له فريز اول. ما يصير. نشوف اكس هني قاعد يتحرك بالاكس. احنا بنحركها بالاكس. نلاحظ ان الاكس ترانزليت اكس هي الحركه اللي نبيها احنا للامام. نلاحظ انه للامام. ننزل على هذا شوي. انه الاكس نلاحظ انه بالشانل بوكس الاكس هو اللي قاعد يتحرك. فالحين شنو راح نقول له؟ منطقيا راح نقول له التاير هذا اللي هو الفورورد انا ابيك تلف بالزد روتيت زد اذا الاول تحرك للامام اكس. فاي هني على الروتيت زد بالاديت في اكسبريشنز اضغط الاكسبريشن. حلو. بما اني انا على الفورورد تاير وعلى الروتيشن زد فيطلع لي اياها هو دايركت. هو كاتب لي هاي اف تي اللي هي اسم الجروب دوت روتيت زد اللي هي هذه شانل بوكس اللي بالشانل بوكس. حلو. حلو. ناخذها كوبي كنترول سي هني هني نحطها كنترول في كوبي وبيست. فشنو صار عندنا؟ خلنا نكبر شويه. صار عندنا بالالت كبرتها. اي بالكنترول كنترول والماوس سكرول. اي سكرول بالماوس. فالحين عندنا هذا شنو الحين قاعد يقول لنا ان هذا الجروب شنو تبي تسوي فيه؟ قاعد يسالك شنو تبي شنو القيمه اللي تعطيه اياه؟ اذا قلنا له ايكوال مثلا 10 سكرنا البرمجه نسكر هذه ونقول له كرييت. ايش راح يصير؟ شوف لو تلاحظ تحرك 10. شوف صار هني الاكسبريشن 10. حلو. يعني 10 تدوم. اي لو نقول له 100 ونقول له هني شو بنسوي؟ حطيت له 100. لا اديت تكتب تحط له اي شوف تحرير. لاحظ التاير شلون لف. شوف لف 100. لف 100. ممتاز. اوكي الحين انا ما بيعطي الرقم هذا. انا بقول له شنو؟ بقول له الاول هذه اذا تحرك الاكس يعني ياخذ القيمه ال100 هذه بدال 100. اقول له يساوي شنو؟ تبي القيمه تساوي شنو؟ اقول له اول اللي هو الجروب هذا اللي هنا دوت معاه يعني دوت اي ترانسليت ترانسليت شنو؟ اكس كابيتال لتر اكس. الحين كاني قاعد اقول له انا التاير الامامي ابي الف نفس الرقم اللي موجود بالترانسليت اكس. اقول له ادت مع بعض. اي الحين قلت له ادت. شوف الحين اذا حركنا الاول نلاحظ انه
لحظة شوي، ليش ما تحرك؟ لأن حده بطيء. لحظة شوي، لأن الرقم صغير جدا. all يساوي all translate x. translate x أي صح، عدل. إنزين خلينا نقول له، يمكن لأن يمكن الرقم صغير على الدوران، خلينا نقول له ضاعفهم، ضاعف لي الرقم هذا. مثلا طلع لي الرقم، حين الرقم والX شنو 2.8، أنا أبي هذه 2.8 يضرب في 10، ضرب نقول له ضرب أستريك في 10 وأقول له إدت. أوكي الحين نلاحظ، اي الحين شوف شلون بين شويه، بس شنو عكسي قاعد يصير، يلف بالعكس. نلاحظ ان التاير قاعد يلف بالعكس، نعطيه ماينس. ايوه اعطيه ماينس، نعطيه ماينس. ايوه يساوي ناقص الرقم هذا. اقول له ادت. الحين اذا مشينا نلاحظ انه اوكي، بس شنو نلاحظ انه ما قاعد مش كثير. خلنا نفتح ال انزع ال ايش يقول السيليكشن اللي عملتها هسه الاخضر هذا. اي خلنا نشيله افضل عشان يبين معانا بالشو هذه سيلكت هايلايتنج. اي اوكي خلنا نشيلها افضل. اوكي نلاحظ ان التاير يعني قاعد يلف، بس مو طبيعي، يعني في زحف شويه. فنزيد الرقم هذا، بدال لا نضربه بعشرة نضربه مثلا 15. خلينا نجرب ونقول له ادت. نلاحظ الحين يعني شوي احسن، خليه 25 مثلا، نقول له ادت عشان يسجل لنا الحين تقريبا. اوكي مضرهين يتبع قطر الدوران مش كده؟ اي يعني هذا انا ضربت الرقم هذا، عادة ما تدري انت الرقم كم اللي هنا. شوف الرقم هذا اللي هنا انت ما تدري كم يعني وكم تضربه. اظن يعتمد قطر، اذا كان دائرة كبيرة يعني ما تحتاج هذا الرقم الكبير. بالضبط بالضبط، اذا هذا صح كلامك، اذا هذا القطر كبير التاير كبير اكيد الرقم راح يختلف، مو شرط هذا. علشان كذي احنا نعطي قيمة ثانية. يعني أنا الحين مثلاً شنو قاعد أقول له؟ قاعد أقول له دوران التاير الأمامي يساوي نفس الرقم الإكس للأول هذا، إنما أضرب لي إياه في 25 وناقص، سوي له ريفيرس بالناقص العكس. تمام الحين نفس الشيء، أي نفس الشيء للخلفي، ناخذ هذا كوبي لو ال بي تي بيست. ها ال بي تي مفروض اي نحطه بي تي. ايوه نغير هذه بس بي، نفس الشيء نفس الشيء، نقول له ادت. الحين نشوف الاثنين مع بعض. اوكي هذه هذا الاكسبريشن فقط، هذه البرمجه مالته. ممتاز حلو. الحين خلينا بس نسيف سيف از. حلو عشان تعطي الملف مره واحده وتدرب عليه. ايوه نصر كده مرتب. اي فالحين عندنا هذا. اوكي طبعا الحين واحد فقط بنو ملاحظه، هذوك الطابه الثلاثه هذوك شوفوا داخلين شويه في الارض مش كده؟ اي ليه طبعا. اي اي صحيح صحيح، انا حاط على غطسين غطسين شوي كان قاعد في هنا. تستخدم البنوان في الاول شو اسمه هذا شنو الاوكلوجين ما ادري الاوكلوجين اوكلوجين او الاوكلوجين ما استعملته والله، ما استعملته كثير بصراحه، بس خلينا نسوي الباسز الحين نسوي مره واحده واعلمك شلون تسوي الكومبوزيت ماله. حلو ممتاز حلو حلو هذا الحين. ايوه كذا حلو. اوكي صدق لو تصير كرتوني هم حلو، صدق منور والله. عندي
ما ادري. انا عندي باك جراوند كرتوني سماوي. اي احس انه حلو الكرتوني زين. خليك تشوف السكواد. اي نعم صح ممكن. ف هذا هو ديش الاول هذه. انزين الحين احنا الفريم الاول خلينا نسوي الانيميشن. طبعا احنا هذا عشان بنحرك الطريقه هذه سوينا السنتر ماله بالضبط بالنص اللي هو اصلا حلو. يعني اذا قلنا له سنتر بافيت نلاحظ ان البافيت مو صح، التوسيط ماله مو صح. نبي نحطه بالضبط، نبي نحطه هنا، نبي الروتيشن هنا. فنضغط في دي مع في دي مع في دي مع في اي حلو. نحطه صار بالنص. امين اه ما شاء الله النفس عندك قوي. المايك قوي عنده. لا كنت حاطه في فمي. انا اقول اسمع الصوت ما شاء الله. رحت مع ابو نواف نسيت نفسي. رحت مع ابو نواف صوت. انا قلت والله ما ادري نايم امين ليش السالفه. حلو ممتاز طيب كويس كذا. هذا شنو في هذا وهذا في الكرة داخل. كاهي الكرة داخل حاطينها. حلو تمام. وين اشوف الكرة؟ كاهي داخل ممتاز حلو. اي تمام جاهزة. حلو الحين نحرك الاول كلهم مع بعض. نحطها اول شيء هنا مثلا. اعطيكي نمشي نحطهم تقريبا ثانيتين اربع ثواني. اهم شيء هني شوف مكتوب هنا مكتوب 24 FPS اللي هو فريم بير سكند. هذه مهمة. هذه بتعرضها على التلفزيون على سينما تخليه 24 اوكي، انما على التلفزيون هني خاصة عندنا الدول العربية كلها 25 فريم بير سكند. فنخليها 24. ايه امريكا 24 بالو انتي اس ذيلاك ايه لانهم انتي اس احنا بال. ايوه صح ما اشتغلت شويه قناه شويه. ما شاء الله هي هذه. نلغي الكيات والله يعني شوف قنوات تحسهم لما تشوفهم تقول شيء كبير لكن لما تتعامل معهم يعني ايه لا انا تعاملت كثير مع قنوات كثيرة شيء يعني الحلو تكسب خبرة بصراحة يعني. ايه والله يعني خبرة جدا حلوة تكسبها. نشيل الكيات اللي على هذا عشان ما يتحرك. اوكي نقول لفري حلو على الكورة شد الكيات كلها. ايوه حلو. الحين عندنا قلنا نروح على الأول على فريم رقم واحد نضغط ل S نمشي إلى 100 فريم اللي هي 4 ثواني. قلنا احنا 25 فريم بالثانية. إذا 100 معناته 4 ثواني. بيّن هني أنا حط الأوتو كي ضغطنا بلاي. شوف شون وقف. شوف شون وقوفه. شوف المشية. شوف شون وقوف. الوقوف شوي فيه سموث. إذا رحنا على الجراف إديتر راح نشوف نلاحظ إنه شوف في كيات هني ما لها داعي هذه كلها هذه. اللي هي الاكس وماشين احنا نبي بس ترانسليت اكس. الباقي هذول كلهم ما نحتاجهم حاليا يعني. فنقدر نيهني على الشانل بوكس رايت كليك بريك كونكشن يطلع لنا بس الاكس هنا موجود. نلاحظ انه سموث في سموث. احنا نبي نخليه سموث علشان نبي يوقف بالطريقه الصحيحه. شوف يمشي بعدين يوقف سموث. حلو
الحين عندنا نبي نرفع هذا بعد ما يوقف بشوية حط له كي عادي، بعدين بعد شوي خليه يرفع كذي ولا خلينا نعطيه مجال. اي اوكي لا كذي اوكي اوكي. يعني الحين اللي بنمشي نسكر هذا اوكي، نفتح هني شوية نعطيه مثلا 500 اوكي. انزين مشى لي هنا رفع السبطانة اوكي. الحين ايش يقولوا لها؟ سبطانة صح؟ هذا اسمها؟ مش عارف الله مش عارف اول مرة اسمع سبطانة. سبطانة هذه لغة عربية فصحى اسم اسم الماسورة المدفع او ماسورة انا اسمع ماسورة كل شيء اي ماسورة البندقية او الماسورة الحنفية كل شيء هي اسم اي سبطانة. سبطانة معلومة جديدة. حلو. طيب الحين ارتفع كذي خلينا نطلع الكرة. هنا الكرة مجرد ما يرتفع يوقف شوي نعطيها S، بعدين نروح وين نبي مثلا هنا خلينا نقول، بعدين نقدر نحط بها قوس كيرف. شوف الكيرف الحين، الحين احنا راح نجيبها سيدة. ممتاز حلو. خلينا نطيحها بعد، خلينا نكبر هذا شوي اوكي. هذه راحت هني حلو. نشوفها على الارض نقطة النهاية بلوكينج، الحين قاعد اسوي بلوكينج نقطة النهاية هنا حلو. جميل. هذا شنو هذا اللي ورا؟ حلو. اسمه خلينا نشيل هذا انا وينه. اوكي اوكي نشتغل كذي افضل. حلو حلو. الحين نشوف الانيميشن مالها شلون صار. نلاحظ انه قاعد تطلع مكان خطا. حلو. الحين اني هنا بالضبط هنا نرفعها نشوف شلون تصير. اوكي بعد اكثر اوكي. بس يكون اعلى افضل عشان الشرح مسافه بعيده تكون في القمه. خليني نوصل هنا هنا نرفعها شوي. عملت توين ماشين هني يساعدك لو عندك توين ماشين. تروح في منتصف الاخرى تعطيه 50% يعطيك الوسط. والله خلينا نجرب. شوف نجرب ايش رايك. يلا خلنا نسام خلينا نشوف التوين ماشين. ان شاء الله حلوه الفكره أنا... يعني يعطيك قيمه 50% صحيحه. هذا حالات الكورس الانيميشن استفدنا والله. اي اي ونواه. اي والله صح كلامك. اي انا حتى قول توين ماشين بار تاخذ اختصار حق يلا علوم مشكله اخذ اختصار في التكست. اي هو في امر اظن تحطون في بنواف تاخذ اشوف ما ادري هذا انا على الباثيون هذا. ايوه لا مش ما هذا ما اعتقد هذا. ايوه 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 طلع صدق عدل عدل. طيب خلينا نسكر هذا هنا ولا خليها خلاص. هذه ما ادري عن هذه شنو ذي هذين نشيلهم صح ما نبيهم. اوكي سيف. اوكي انا الحين طلع الجراف اديتر ما ادري يبين بالجراف اديتر ولا لا. الحين احنا هنا
على الكي هذا. الحين امسح هذاك في الوسط، امسح هذيل، ما راح يضبط، لازم ما يضبط، ما يضبط التايم ماشين هذه. هذه شوف هذه اوكي نرفعها خلينا نشوف. والله ما احتاج تايم ماشين. شوفه شوفه، خليها اسرع بس. اوكي هني يمكن يبي لها الحين ممكن في الكير فقط تتعدل عليه، يعني ما جراف ايديتور تعدل كل شيء. اي صح، بس والله حلو توين ماشين حلو. شوف شوف شنو سوى، سوى اشوف سواها اسرع. هنا سويها بعد اسرع. والله تتحكم في السرعه بعد بالنواف في التوين ماشين. اي هي في الموقع، موقعها تحرك الموقع يتغير ال لا بس ضعنا بصراحه. أبو نور فقط شو روح الجراف إديتر على الواي، اعمل هذه في الوسط صعدها الفوق، هذه لازم صعدها، اعمل كي هنا صعدها الفوق. أوكي أوكي بعد يمكن أوكي كبر الواي الجراف إديتر. شوف الأخيرة ما تكون هكذا، لازم تكون متسارعة، ما تكون متباطئة، هي متباطئة. أوكي هذه نفس الشيء، ولي فوق تزيد تعرضها لكي يكون تباطئ شوية إذا أردت يعني تبطأ. أوكي تمام صحيح، عشان يكون يتوقف فوق. الله عليك يا أمين، والله حلو، بس يحتاج بس أثناء طلوعها من المصورة. اسمها صعب. اي خلي على مصورة، مصورة أحسن أسهل. نسيت انا اللي قال لي والله والله لا تعقدني يا ابن الوال، السمعة السمعة ولا بعدين اخر الكرت اقول لك بسمع بعدين اخر صحيح. اي والله يقول نسيتها والله، انا نسيتها والله. اي والله كان ممكن من الجراف إديتر تعدل، يعني شلون اعدل هذا هني، هذه شلون اعدل والله اللي فوق، اللي فوق نزل نقص من لا 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 تنزل، لا كاك تنزل صح، خلينا نجرب تنزل صحيح تنزل، يعني اللي فوق كثيره اشوفها كثيره نقص منها. اي هي اللي فوق اللي في الوسط، نعم نقص منها شويه الكيرف. ايوه هكذا تتحكم في الاخير. اي بس الحين احنا شيء نوقف هنا. اوكي شوف قاعد شلون قاعد تصعد، ما راح تروح سيده تنطلق. اي انا اقول لك لا، هذا يظل لينير اتوقع، لازم تمر. ايوه عليك المفروض انطلاقه تكون سريعه حاده. اي مو بس كذي، بعد هذا ينزل اكثر كذي يعني، خلاص يكون حاد مهما كان شغل الزقارة أمين بالضبط كذي. أي أيوة لينير أوكي أفضل تكون قوة فيها. أيوة صح أيوة الله عليك يا بنوار حلوة زقر كذي أحسن والله ضبطت بنوار. أي أي تضبط تضبط صج الميتنج أي مناقشات طبعا واحد يستفيد منها. حتى اذا تطيح الكره يكون افضل تسوي دروب اللي راح نسوي باونسينج الحين، راح نسوي باونسينج. حلو حلو ما شاء الله 100% يضبط الحركه. خلنا نسويها اسرع. ايوه زلت اسرع. لا هذا مو كذي تيه، ليش قاعد تصعد؟
قاعد تنزل أسرع ها. هكذا زدت السرعة. لا زادت اللي في الوسط صغر شوي أنه صغر شوي. لا هاتي هاتي لأنه كثير يعني. بتصير حاده فوق يمكن شوي. قاعد تنزل انا صارت حاده شوي فوق، المفروض بالعكس تسوي توسع اللي فوق توسع المفروض. اما هذه يفترض توسع هي توسع المفروض عشان تكون هم من في الشرح يكون حلو تكون واضحه يعني ما تكون سريعه بزياده. شفت ايه هي قاعد تنزل سريع، هي قاعد تنزل سريع تنزل سريع ها. أه؟ مش لازم المفروض المفروض في البدايه تكون بطيئه يعني النزول وبعدين تتصرف. ايوه ايوه يعني طلعه لازم تصير نفس النزول. طلعه لكم تكون اسرع كذي، الطلعه اسرع لازم تكون. ايه مش لينير. طيب شنو نسوي كي هني هنا يعني التايم ماشين يعطيك القيمة الصحيحة بدون تغيير الكيرف لو حطيتها بالتايم ماشين. شلون شلون استخدمهم يعني امسح هذا ان شاء الله زيد امسحها. اوكي يعني الان تعطيه يعني قيمة في التايم ماشين ويعطيك شوف يعني اخليه يميل يميل لهذا اكثر. اوكي انت تتحكم. اي اوكي صارت تمام، بس صار الكيرف في خطا يعني هذا يمكن. اوكي يمكن تهيالي كذي افضل. شيء غلط. زين خلنا نسويها يدوي، خلنا نسويها يدوي انا خلنا نجرب. مو مشكلة. طلعت كذي بالنص نبيها كذا. ابو نواف ليش ما عملتش ايش يقولوا البافر هذا كله اللي يبين لك الخط ما صار؟ اي هو ترى على الانيميشن قائمه الانيميشن. اي الخط اي قصدك الخط اي بالفيجواليزيشن هذا. اي هذا الاول اول اول واحد. اوكي اوكي زين. طيب يعني اوكي تيالي يعني هذا يبي لنا. لا انا اقول يمكن يحتاج مسافه اكثر. اي ممكن هني هذا يتبعد يتبعد اكثر. يعني هذا يمكن حتى القمه يمكن يحتاج مسافه اكثر. شفت القمه بنواف؟ اي قمه القوس. اي نعم خلى شوي على اليمين، خلى شوي على اليمين في قمه القوس او اثناء توقف الكره. شفتي اذا الكره توقفت فوق؟ اي فوق هني ودها على اليمين، ودها على اليمين بعد على اليمين. اي عشان يكون ناعم ال عارف. لا أنا ليش ما تتحكم فيها في شيء؟ ما قاعد يتحكم فيها الحين. هذا هني هذا قاعد يسوي لي كي ثاني هنا، كي ثاني يمكن مال هذا مال الاكس. اوكي اي الاكس الاكس ترانسليت اكس اتوقع ما نبي صح ولا نبي بلا هو الترانسليت اكس والواي. اي اكس واي شيء يعني. جرب جرب الانيميشن اتوقع اضبط الحين. جربها اتوقع ضبطت نوعا ما ضبطت. جرب شوفها. شفت عيدها. لا لحظه شويه. اي بلاي اي ابو نواف ترانسليت بيش يكون. تدري ليش منوار
لا تخليه مع الصورة الحركة، يعني لا تخليه يمكن ضيق القمة، خل بيهم فتشة يعني مسافة عشان ناخذ راحتها اللوم. ابو نواف ايوه ترانزليت اكس مش كولينير يعني حسب ما اشوف ترانزليت اكس يكون لينير صح شعب جتني انا هكا يكون لينير امبلا ايه الفريم في الوسط مسحوب ما تحتاجه اشوف مال الاكس مال الاكس ما نحتاجه صح اوكي اشوف شو فيها زحلقه والله في الاول في اول هي في هني صاير مثل الواي زحلوقه الواي هذا غلط يعني هذا لازم يصير كذي ايوه ايوه مظبوط هذا عملك فريم فوق فريم وهذا نفس الشيء هذا هني لازم نفس الشيء كذي اوكي هذا ماشي حط لي كيات زياده كنا بس شوف نزل لك فريم اوكي خلينا نشوف ايه حاط لي فريم بالاكس لا بالواي حط فريمين مع بعض مش عارف واحد فوق واحد صح ولا لا حاس كذي انا لا ماكو شوف ما في اول فريم الاكس احنا هذيل ما نبيهم شوف الحين يبين معنا اوبا هذيل ما نبيهم نبي الاكس والواي احنا بريك اعتقد الاكس هو اللي فيه المشكله شوف هني امسح هذاك اللي فوق ايوه وهذا اي الحين راح شوف راح في الواي كذلك اظن في الاول عمل لك اثنين له لا لا زوم no. هنا لا اوكي لان قاعد احركه ماكو شيء اوكي اوكي تشوف الحين اوكي اوكي اللي في الوسط زيدوا الفريمات يعني تحطوه في الوسط كانك لازم تكون في الوسط هكا في المنتصف يكون بالمنتصف بالضبط ها يعني من هنا لا من هنا يعمل لك مش عارف نزيد هذه شويه اوكي ايوه صح راح يضبط اكثر انت قصدك كذي هذا مني هو لان هنا مو صاير بالضبط يعني مو صاير قصدك منحنى مرتب او منظم اي شوف في كيين هنا هذا الاكس اي الاكس لازم يشغل هذا الحين لازم يجي هنا لازم يلف هذا ما يلف امين ايش شغلت العاصفة؟ طيب حلو بالنص ما ادري ليش انما شكله حلو اوكي هو حلو بس يعني طبعا في الانيميشن ما راح يبين يبين اي اوكي يعني يبين اوكي يعني بصراحه ايه حتى يعني انت لو لعبت تبغي كاميرا واحد اها انت تبغيها رسمه ممتاز هذا الموشن او الكيرفان ايه يعني انا اشوف صراحه مقبول يعني حلو صراحه الشغل ايش رايك امين نعم بالطبع لا اظن هذا هو صحيح يعني في البدايه يصعد مباشره للفوق بعدين يعني يروح في نعم هذا هو وهم اني انا افضل ان الكره تدور الحين ما راح تبين ما راح تبين بس انا اقول لك اني نسوي لها الباونسينج ممكن ستريتش وسكواش لا ما فيها ستريتش سكواش هذه فيها يلا حلو ثقيل لانها ثقيله يعني قصدك مش كرتونيه يعني إيه يعني هذه واحد ايش رايك امين يعني... كرتونيه اجمل مع خلفيه كرتونيه مثل انا مجهز باك جراوند صدق حلو كرتونيه بنواف والله كرتونيه تمام بصراحه والله العظيم انا اشوف كرتونيه افضل وليش رايك امين شوف انت المخرج اي وانا يعني قلت لك من البدايه ليش سالتك في معلومات كثيره لازم تعرفها بالبدايه انت شوف الحين على اخر شيء قاعد تقول لا يبون القوس ضروري يعني القوس
خلاص يعني القوس يعني 100%. يعني انا مثلا بيجيني زبون اسمعني انا بيجيني زبون لازم اخذ منه تفاصيل كامله شنو يبي يسوي خرج كل المعلومات منها لازم اي لازم تعرف بالضبط تعطيني بس ثواني وارجع لكم يروح اوكي يلا اوكي دقيقه اوكي هي الشوط الاول اي خلنا نريح انا اقول خلنا سكره علشان ندش اي لانه بيخلص الحين باقي كم باقي دقيقه خلينا نسكره وادش مره ثانيه حط رقم ثاني يلا طيب